تقف وقفة خشوع وإقبال وإجلال على روحها المجاهدة المناضلة موني كلير هارفو، ونستقبل جثمانها في أرض الوطن تلبية لرغبتها في أن تدفن في بلدها الثاني الجزائر. ندعو الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة، كما أنها هي مسلمة، فهي مسلمة واعتنقت الدين الإسلامي الحنيف، فأحسن الله خاتمتها في هذا الشهر المبارك في رمضان. لعل الله سبحانه وتعالى يدخلها في جنة الفردوس الأعلى مع الصالحين. الله أكبر. شاءت الأقدار أن تغادرنا وإلى الأبد، ونحن نستقبل نفحات قدوم الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، المناضلة المناهضة للاستعمار، الكاتبة الفرنسية والجزائرية وصديقة الثورة موني كلير هيرفو. هذه المناضلة التي انضمت إلى المنظمة المدنية العالمية وكرست كل جهودها لدعم الثورة الجزائرية والدفاع كمحامية في نقابة باريس عن أعضاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وعن الجزائريين المقيمين بالأحياء القصديرية في نانتير بالقرب من ضواحي باريس، فدعمتهم في تأسيس مدارس وساهمت في تحسين وضعهم وتضامنت معهم إلى حد الإقامة في تلك الأحياء القصديرية. لقد حباها الله عز وجل باعتناقها الإسلام، وتحصلت على الجنسية الجزائرية بمرسوم رئاسي سنة 2018. ندعو لفقيدتنا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، فبرحيلها تكون الجزائر قد فقدت واحدة من اللائي ناضلنا وتشبعنا بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية للتحرر.